حلوين هدول التياب؟ ايه اكيد حلوين. شوفوا شو جبت لكم. شكرا لك. يلا كل شباب. شكرا لك، مو جاي عبالي اكل ابدا. شو الموضوع؟ شكله ما عندك فكره عملنا باي مرتبه. شو ترتيبه؟ بالمرتبه 22. شو؟ معقول ما حدا عم يشوفه؟ يبدو انه الناس ما عم بيشوفوا. لا هاي الحلقة كانت كتير منيحة، شو بدنا نعمل أكتر؟ معناها ضروري نعمل الأحسن ونشتغل ليل نهار. يا ربي كتير زعلت. أنا ما قلت لك مواثق بهالندل؟ ممكن تهدى شوي وتروق؟ لك مانك شايفة كيف عم يضمها؟ عروة ملاحظ إنك طلعت ولحقتها مثل المجني، وما حلوة بحقنا إذا حدا شافنا هون، وبلاها هالبهدل هلأ إذا تخانقت أنت وياها ما بتحكي معك مرة تانية. ألو نعم بابا، معلش تهدى وتحاكيني لأني ما عم أفهم عليك. بنو ليش شو مكتوب بالأخبار؟ يعني ما بتسألي إذا هالحكي حقيقي ولا لأ؟ ما شو؟ أي أمرك بابا، رح أحمل حالي وأنقلع من هالبلد لترتاح حضرتك مني. شكلنا رجعنا معه. شو صار لك؟ ليش هيك مرايقة؟ لا ما في شي بنو. الواطي عم يستغل كل فرصة بتصح له، ما عاد فيه. عروة بس لحظة، عروة عروة ممكن توقف؟ بعد عن حبيبتي ولا؟ عروة شو عم تعمل هون؟ شو عم تعمل؟ بس دقيقة، انت شو عم تعمل هون هلا؟ مو نهيتي علاقتك بهالتافه؟ ايه نهيتها، بس شايفتك انه انت ما عم تصدقني بنو. امبلا انا بصدقك، بس ليش كان ضامك من شوي؟ عروة عايدة تخلصي منه فورا والحقيني. مين قصدك ولك؟ شو قصدك؟ شو فكر حالك انت ولا؟ روح اطلع بحالك بالاول يا متخلف. شو عم تعمل ولك؟ خلينا نمشي. بدك تبعد عن حبيبتي ورجلك. هي ما صرت انقلع من هون، انقلع عن ملك، انقلع احسن ما كسرك. خلص اصلا انتوا اثنين ما بتعرفوا اي شيء عن الحب. ما بتقولوا انه بتحبوني عن جد؟ خبروني شو ممكن تعملوا كرمالي؟ وعلى فكرة انتوا بتحبوا حالكن وبس. عايدة! 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 عروة!
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.